الخامسة من الفضائيات المصرية، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ويوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل منها. وشكري ونظيره اليوناني يتوافقان حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكدان عمق علاقات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. الأخبار بالتفصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على جميع أنحاء الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية. Thank you.
افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة. من المقرر أن يستمر المعرض الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 15 من الشهر الجاري بمشاركة 5 دول عربية وأكثر من 1100 مشروع لمئات العارضين من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية. اهتماما من الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دفع وتنمية عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل، جاء افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الرابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويعد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية واحدا من أهم الفعاليات التي تعكس اهتمام الحكومة بالعمل المستمر لتوفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. نشكر جهاز تنمية المشروعات، عملناها كتير منها التسويق الإلكتروني، منها خلينا براند للفخار، عملنا قياسات الجودة للفخار، ودي أول مرة تحصل في تاريخ مصر يكون في مواصفات للجودة، وكتالوج الكتروني واخد بساعتك. فبنشكر دعم الدوله لينا وللصناعات الحرفيه. ويشارك في فعاليات معرض تراثنا هذا العام نحو 1116 عارضا من مختلف المحافظات يعملون في اكثر من 30 قطاعا تراثيا تتضمن منتجات فنيه وابداعيه للالاف من الفنانين والحرفيين المهره. وتمثل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المعرض هذا العام، ويشارك فيه عدد من الدول العربية بأجنحة متميزة لعرض مختلف المنتجات اليدوية والتراثية. جناح المملكة العربية السعودية أول مرة يعني تشرفنا بالزيارة الكريمة والمشاركة بمعرض تراثنا. مشاركة هيئة التراث تمثلت في 3 حرف تقليدية من المملكة العربية السعودية. الحرفة الأولى هي حرفة القط الأسيري وهي أحد الحرف المسجلة في اليونسكو، حرفة لصناعة العقال، وحرفة البشت الحساوي، وجميعها حرف يدوية. جمهورية السودان بحب أشكر تراثنا، دي السنة الثالثة مشاركة، وإحنا سعيدين جدا للمنصة الثقافية يعني التاريخية دي إنه إحنا نكون دائما موجودين. المعرض ضم بين أجنحته المنتجات الزجاجية والمنسوجات والمنتجات النحاسية، كذلك منتجات الخيامية والأرابيسك. ومن بين الأجنحة جناح مخصص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الجلد الطبيعي ده أول مرة يدخل بير العبد، محدش كان بيعرف يعمل الجلد الطبيعي ده. اتعمل لنا تدريب اتدربنا فيه على ان احنا نعمل الجلد الطبيعي وعليه تطريز، وتعلمنا ان احنا نعمل القص والبترون، ما حدش كان بيعرف يعمله، كان بنقص كده اللي هو من غير البترون والجلد الطبيعي والتطريز. ملتقى لكافة الجهات المهتمة بالحرف اليدوية والتراثية في الدولة، هكذا يمثل معرض تراثنا، فيضم في جنباته الإبداع والجودة والبراعة في مختلف المنتجات والأعمال الحرفية واليدوية المعروضة، ليؤكد بمنتجاته الدعم المتميز للدولة لأنشطة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية تكثيف جهود الأجهزة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم. وخلال اجتماع لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي الضخم، رحب رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فيما يخص قضايا المناخ والموضوعات ذات الصلة بأجندة مؤتمر كوب 27، وأكد أن المجتمع المدني شريك رئيس في نجاح هذا المؤتمر.
عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث تعزيز فرص التعاون الممكنة بين الحكومة والشركة المصرية الألمانية للمضخات المتخصصة في إنتاج الطلمبات فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى. وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث فرص الاستفادة من إمكانات الشركة في المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما أشار مدبولي إلى أهمية التوصل إلى اتفاق مع الشركة طبقا لقدرتها سواء فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات مشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحي. كما أكد رئيس الوزراء ترحيب مصر بزيادة الاستثمارات للشركة في مصر والتوسع في التصنيع المحلي والذي يعد أولوية الحكومة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات المصرية اليونانية باتت استراتيجية، مشيرا إلى الالتزام بالعمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره اليوناني عقب مباحثاتهما. شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية، هكذا وصف وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني العلاقات المصرية اليونانية عقب لقائهما في جلسة مباحثات مطولة بالقاهرة. العلاقات بين مصر واليونان تمر من مرحلة ازدهار وتميز على كافة الأصعدة، حيث تتسم بأنها أصبحت علاقات استراتيجية بكامل ما تعنيه هذه الكلمة من قوة ومتانة العلاقات والتضامن فيما بين البلدين. نحن أيضا نقدر الدعم الذي يقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسي، وهذا دعم شخصي والعام وفي السياق الثنائي وأيضا داخل جامعة الدولة العربية وغيرها من المنتديات الدولية. كما أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات أن المناقشات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وقد أكدنا التزامنا باستمرار المستوى الحالي من التنسيق السياسي وكذلك العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، على ضوء اهتمام البلدين بلعب دور محوري فنقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط. هناك صداقات بين مصر ليست فقط صديقة استراتيجية، هي أكثر من ذلك. نحن لا نتخلو جهدا ونفعل كل ما يمكن لنصل لدعم هذه العلاقات العظيمة مع مصر العظيمة، ولكن في ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن مع الاتحاد الأوروبي. تناولت مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان أيضا مستجدات عدد من الملفات على الساحة الدولية والإقليمية. وبشأن المشهد في ليبيا، أكد الجانبان على ضرورة إفساح الطريق لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها. أكدنا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة. وفي ذلك الإطار أوضحت لمعالي الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومن ضمن ذلك المشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي. إن الاتفاق الذي عقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا هو أحد هذه الإجراءات، وهذا يتعارض مع الاتفاقات الأمم المتحدة.
وهذا الأمر يجب أن يتم مناقشته بتوسع. What is stipulated is that the government of national unity cannot, I repeat, cannot enter into any international agreement in a manner that harms the stability of foreign relations of the Libyan state. Furthermore, as again, some of you have clearly stated, the mandate of the Tripoli government has expired. If I may say so. هذا وقد عززت مصر واليونان علاقتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتنوع ما بين الطاقة إلى مكافحة الإرهاب، ووقع البلدان إلى جانب قبرص اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية. تشهد العلاقات المصرية اليونانية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، فالتعاون الثنائي بين القاهرة وأثينا أصبح نموذجا يحتذى به لمصلحة الشعبين، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، التلفزيون المصري. أدانت مصر الهجوم الإرهابي البغيض الذي استهدف ثكنات الجيش في جمهورية جيبوتي الشقيقة في منطقة غاربي تيسان شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة آخرين. هذا وقد صرحت وزارة الخارجية في بيان لها بوقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب جمهورية جيبوتي وتقديمها خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية ب6 أشهر فقط، وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد فترة زمنية، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث عدا القيد العائلي. في إطار رفع المناعة المجتمعية عند الأطفال وخلو مصر من مرض شلل الأطفال، انطلقت الحملة القومية المحدودة بمحافظتي القاهرة والجيزة ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات. نتابع. بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال بعد القضاء على المرض عام 2004 وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، انطلقت حملة جديدة محددة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتطعيم الأطفال ضد المرض من الفئة العمرية يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين ولمدة 5 أيام. حتى لو الطفل أخذ التطعيمات الروتينية بتاعته، لازم يجي في الحملات اللي بيتم الإعلان عنها، سواء الحملات المحدودة أو الحملات القومية، لان ده اللي بيرفع كيرف المناعه ويخليه ثابت طول مستوى فتره الاصابه. فتره الاصابه بتبقى اغلب وجودها بيبقى من سن يوم لسن 5 سنين، ودي الفتره اللي احنا بنستهدفها في الحملات بتاعتنا. فدي رساله من عندنا هنا، بنقول مفيش ام تغفل عن الحملات بتاعتنا، وتتابع مع الاعلام وتتابع مع الوحدات الطبيه، ولازم كل الاطفال تطعم في وقت واحد اللي هي فترة أسبوع التطعيم، علشان لو ما طعمناش الأطفال في وقت واحد ممكن الفيروس يتسرب لأي طفل. حملة التطعيم تتم بالمجان بجميع الوحدات الصحية الثابتة والمتحركة من شقة لأخرى، إضافة إلى تواجدها بالميادين العامة والنوادي والمحطات الرئيسة بهدف تحقيق المستهدف من الحملة. مستهدف منطقة الويلي، مستهدف يكاد يكون كبير شوية، 21,979. من خلال المنطقة بنوفر 55 فرقة، منها المتحرك ومنها الثابت، متوزعة على الـ3 مكاتب بتوعنا، مكتب العباسية، مكتب الظهر، مكتب الدمرداش، كلهم بعدد الفرق بتاعته سواء كانت ثابتة أو متحركة. نشرين الفرق بتاعتنا المتحركة في جميع الشوارع المحيطة بينا، في الأماكن الثابتة اللي موجودة، يعني احنا مثلا عندنا في الجمعيات اللي جنبينا، المساجد، الحضانات، كل ده مغطسينه. الحاجة التانية طبعا لابد من توفر الطعوم، وده طبعا بالتنسيق مع إدارة الوقائي، طب الوقائي، والفرق عندنا الحمد لله متوفرة بشكل كويس بشكل جيد، اللي بيها نقدر نغطي المنطقة كلها بتاعتنا، ما فيش حد يبقى يعني صعب الوصول إليه. كل الناس على مستوى الويل والعباسية بنقدر نوصل لهم بمنتهى البساطة،
لان احنا عندنا ما يؤهلنا لده. بنعمل ندوات للناس عشان نعرفهم بالحمله واهميه الحمله، بنبلغ كل الاماكن المنوط اللي احنا هنروح ليها زي الكنائس، الاوقاف، الشرطه، ادارات التعليميه، كل دول بيتبلغوا عشان يبلغوا الاماكن اللي خاصه بيهم، عشان لما الفرقه تتوجه للاماكن ديت تبقى عندها علم بالموضوع الحمله. المواطنون اثنوا على تلك الحمله لحمايه فلذات اكبادهم من هذا الفيروس. برضه مش عايزين اصابات وبتاع، وقايه برضه، الوقايه خير من العلاج. ايوه جيت اطعمه عشان احافظ على عيلي. جيت عشان اطعمه واحافظ عليه من ضد شع الاطفال، من مبادره للسيد الرئيس عبد الهنا، واحافظ على صحته يعني وكده. حرص وزاره الصحه على تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال من خلال تلك الحملة التنشيطية بمحافظتي القاهرة والجيزة لرفع مناعتهم المجتمعية والتأكيد على خلو مصر من المرض. محمد حلمي، التلفزيون المصري. توجه المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الرواندية كيجالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية 45 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 15 من أكتوبر 2022. ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة 200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما سيلقي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول المساواة بين الرجال والنساء، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة. افتتح محافظ الفيوم أحمد الأنصاري المرحلة الأولى من مشروع خطوط حافلات النقل الداخلي، حيث يبلغ العدد 42 حافلة ضمن أكثر من 100 حافلة يتم تشغيلها على مراحل بجميع مراكز المحافظة. يهدف المشروع لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد. نتابع. تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ولرفع العبء عن الطلاب ومواطني المحافظة، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المرحلة الأولى من مشروع خطوط الأتوبيسات للنقل الداخلي، مشروع يهدف لمنع تكدس الطلاب والمواطنين داخل المواقف بحثا عن وسيلة مواصلات مناسبة. في ناس سمعت انه كانوش بيحضروا الامتحانات وبتروح عليهم الامتحانات بسبب وجود وسائل نقل، الموظف اللي يتاخر على شغله ويضيع عدد ساعات عمل، احنا بنوفر له زمن تقاطر مناسب، وسيله نقل ادميه يتخليه يصل عمله بسهوله ويسر. المرحلة الأولى من مشروع أتوبيسات النقل الداخلي التي تم تدشينها تشمل 42 حافلة ضمن أكثر من 100 حافلة سوف يتم تشغيلها على جميع مراكز المحافظة. دي أول مرحلة هي فيها تبقى طبعا سلسلة من الأتوبيسات هتتوالى على محافظة الفيوم. نبدأ المرحلة الأولى ب 30 أتوبيس وبعد كده هتتوالى أعداد الأتوبيسات عشان خاطر نساعد أهالينا بالفيوم. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع على خطوط مراكز يوسف الصديق وطمية وأبشواي على أن تكون أسعار تذاكر الأتوبيس مخفضة وفي متناول الجميع، ويدار المشروع بإشراف كامل من المحافظة وإدارة المواقف والمرور. خلال الفترة اللي جاية هنساعد يعني كتير جدا في عمليات النقل لأهالينا ما بين مراكز المحافظة وما بين عاصمة المحافظة وما بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة بخدمة راقية وبسعر منافس. حاجة إيجابية تعرفتها النهاردة أول لما دخلت مصر قالوا إن الأسبوع الأول مجانا لكل أهالي المحافظة، أنا بشكرهم فعلا، بشكر الشركة المشجعة. ومع نهاية الشهر الحالي سوف تبدأ المرحلة الثانية من مشروع النقل الداخلي لتغطية كافة أرجاء المحافظة وتوفير وقت وجهد المواطنين الذي كان يتم إهدار الكثير منه في البحث عن وسيلة مواصلات. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة إلى أبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ويوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل لها. شكري ونظير اليوناني يتوافقان حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ويؤكدان عمق علاقات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.